برج الحوت من 20 من شباط فبراير إلى 20 آذار مارس. مادياً أيام الحظ في هذا الشهر 3 و13 و21 و24. تودع الفشل في بداية الشهر وتضرب موعداً مع الحظ وتتألق في مجموعة من النجاحات التي تغير مسار حياتك والتي تنقلك نقلة نوعية إلى الأمام وتنجح في مشروع بدأت بتنفيذه منذ فترة وتحل أزمة مادية كانت تقلقك ويتحسن وضعك المالي في الأسبوع الثالث من الشهر بعد أن تصلك أخبار هامة وجيدة تؤدي للارتياح من الضغوطات المادية وتفتح أمامك آفاقاً جديدة من النجاح وقد تبدأ في نهاية الشهر بتنفيذ عمل مع بعض الأقرباء يحقق لك دخلاً مادياً جيداً ويدعم معنوياتك. رقم الحظ 7. مهنياً الأيام الهامة والأكثر سعادة في هذا الشهر 1 و11 و23 و25. يضعف نشاطك المهني في بداية الشهر وتعود مستوياته إلى الخلف وتخطئ في حساباتك إذا كنت تنتظر انفراجاً أو تسوية واضحة أو نتيجة حاسمة له، إذ ستبقى الأجواء راكدة حتى منتصف الشهر وبعد ذلك تفتح أمامك آفاق جديدة للدخول في مجالات هامة لترميم ما تهدم في بناء حياتك ومستقبلك المهني خلال الفترة الماضية، وستكون أمام فرصة فيها العديد من المكاسب المهنية. حاول استغلالها واتخذ موقفاً جدياً وعملياً منها، واعتمد على إمكاناتك القوية وابتعد عن طرق الحلول الغير واضحة، وابدأ بالعمل الجاد لتحقيق أهدافك لأن الحظ يقف بجانبك، وستجد قبل نهاية الشهر نجاحاً مهنياً مميزاً. اليوم الأفضل الخميس. عاطفياً العازب، إذا كنت من مواليد العشرية الأولى من 20 فبراير وإلى 1 من مارس، ربما تمر في بداية الشهر بخلاف مع الحبيب سببه الضغط النفسي، وتعيد النظر في علاقتك معه وتعطيه فرصة أخيرة ليكون واضحاً في علاقتكما العاطفية. لا تترك الأمور تتعقد، وعليك القيام بالخطوة الأولى لإعادة علاقتك معه إلى طبيعتها. أما إذا كنت من مواليد العشرية الثانية من 2 و11 من مارس، تقوم في بداية الشهر باتخاذ قرار جريء لتتجاوز العقبات المالية التي تقف عثرة أمام ارتباطك مع الحبيب، وربما تتلقى في منتصف الشهر مساعدة من أحد الأصدقاء أو الأقرباء تساهم في تقريب موعده. بينما إذا كنت من مواليد العشرية الثالثة من 12 و20 من مارس، سوف تعيش عشقاً عابراً قوياً ولكنه غير قابل للاستمرار لأسباب خارجة عن إرادتك، ولكن مع نهاية الشهر تغير نظرتك للعلاقة العاطفية وتسير في طريق الارتباط بدون حب وعن طريق اختيار الأهل لشريك الحياة. المتزوج، في بداية الشهر تتأرجح العلاقة العاطفية مع الشريك بين صعود وهبوط، وتبحث عن وسائل توازنها وتشعر بالقلق لأن علاقتك العاطفية معه تفقد حرارتها وتتحول تدريجياً إلى التعود والرتابة، وسوف تجد في الأسبوع الثالث من الشهر أن الأزمة التي تمر بها علاقتك مع الشريك وهمية وستزول قريباً. لا تتسرع باتخاذ أي قرار من شأنه أن يؤثر على العائلة لأن الشريك ينتظر منك الكثير وكأن كل حياته متعلقة بك وأنت تنشغل عنه بأمور ليست جوهرية. أعطه الاهتمام اللازم فتجد التوازن، وفي نهاية الشهر يعود الاستقرار العاطفي والتفاهم والحب المتبادل مع الشريك إلى قوته، فتقرر تحقيق هدف هام يسعد الأسرة.